اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الصداقة الدولي للبيزرة في العاصمة أبوظبي الذي نظمه نادي صقاري الإمارات، والذي ضم أكثر من 30 فعالية خصصت لمختلف الأعمار والفئات بمشاركة أعرق الأندية والخبراء العالميين. مهرجان دولي حظي بختام مبهر نتيجة للفت أنظار الإعلام العالمي إلى تراث الصقارة العربية، والذي أسهم بشكل مباشر في تعميق روابط التواصل بين الحاضر والماضي من خلال زيادة الوعي بوسائل الصيد المستدام. هذه السنة اللي لفت انتباهي اللي هو حضور الجيل القديم مع الجيل الجديد، جيل المستقبل. يعني مؤسسين المهرجان كلهم موجودين، اللي شفنا صورهم في المدخل الرئيسي، والحين أنا أشوف الجيل الجديد من الشباب والشابات يعني مهتمين في رياضة الصقور، يريدون يحيونها ويحافظون عليها. ولكن اللي أبهرني عدد المشاركين، ما شاء الله عدد كبير، يعني فوق اللي يقولوا لي فوق 90 دولة مشاركة، وهذا أكثر من مهرجان 2014. وحظيت هذه الفعاليات المخصصة للجماهير بإقبال واسع بزيادة قدرها 30% عن الدورة السابقة، الأمر الذي جسد شعبية هذه الرياضة وارتباطها بالهوية الوطنية لأبناء الإمارات ودول الخليج والوطن العربي. طبعا اللي لفت انتباهي في المهرجان هو يعني 700 صقار من العالم، ولفت انتباهي الاهتمام الكبير من دولة الإمارات لهذه الرياضة. هذه الهواية موجودة في دول الخليج لكنها بهذه التميز ما كنا متوقعين، اللي كثرة المشاركين وتنوع في الطيور. واللي بعد عجبني ان يعني كل بوث او كل مكان له حضارة معينة، مثل البوث هذاك اللي هو من سلوفاكيا، يعني يرونك تراثهم وانواع الطيور، يعني كل بلدة له نوع من انواع الطيور، ثقافات مختلفة، دول مختلفة، ممكن أكون زرت البعض منها لكن البعض منها ما زرته. فتعرفنا في مهرجان البيزرة على مختلف الثقافات هذه، ولكن يجمعهم شيء واحد، حب الطيور وحب الصقارة. ولتكون الإمارات محطة المختصين بشؤون الصقارة، أعلنت عن انطلاق مشروعين رائدين، أحدهما إنشاء مكتبة زايد لتراث الصقارة، والآخر تأسيس صندوق محمد بن زايد للحفاظ على الطيور الجارحة. ما شاء الله إقبال جدا كبير هنا في المهرجان من مختلف الجنسيات. رسالتنا في الحديقة أن نوجه ونزيد الوعي لدى الناس بالمحافظة على البيئة والمحافظة على الحيوانات للأجيال القادمة. ويذكر أن مهرجان البيزرة يقام كل 3 سنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 40 عاما، ابتداء من العين وانتهاء في أبوظبي، بمشاركة أعرق الأندية والخبراء العالميين في مجال البيئة والصيد. رحلة فريدة في تاريخ الإمارات، وذلك لتركيز المهرجان على فئة الشباب لصون تراثهم العربي. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين، الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي.